أخبار اليوم. حصل معانا مصيبة. احنا جينا اول ما جينا دخلنا بناء على تعليمات وزارة الصحة اللي بعت لنا دعوة علشان تسليم عقار السوبالدي اول يوم. والنهاردة فوجئنا بعد ما دخلونا لحد الغرفة المغلقة بتاعة تسليم العقار اللي هم عايزين يطلعونا تاني بعد ما المرضى تصوروا علشان المرضى معترضين. طب انتوا لما المرضى معترضين دخلتونا ليه من الاول وقفلتوا علينا الباب؟ وبعد كده حبوا يطلعونا بالضرب فاعتادوا علينا بالضرب، وبعد كده حجزونا جوه عشان يخرجونا امن المعهد، اتعدوا علينا بالضرب عشان يخرجونا. والدكتور باسم نائب المدير اتعدى او يدعي ان هو نائب المدير انا ما اعرفش، اتعدى على زميل برضه اخر بالضرب وسبوا بالدين وتعرضوا لاحدى الصحفيات بالضرب اثناء خروجها واحتجزونا جوه.